جهد الفعل. كي تتمكن الخلية العصبية من القيام بوظيفتها في نقل المعلومات إلى مختلف أجزاء الجسم أن تكون قابلة للاستفارة. ويتحقق ذلك من خلال جهد الفعل. Action potential. فهل تعلم ما هي آلية تكوين جهد الفعل؟ هيا نتعرف على الإجابة سوياً. يمكن توضيح آلية تكوين جهد الفعل في الخلية. من خلال خمس مراحل أساسية تتمثل فيما يلي: أولاً، حالة الراحة، الاستقطاب، والتي فيها يكون غشاء محور الخلية العصبية مشحوناً بشحنة سالبة من الداخل وموجبة من الخارج، وبالتالي يكون فرق الجهد الكهربي سالب 70 ملي فولت. ثانياً، إزالة الاستقطاب، فعند تنبيه العصبون تحدث تغييرات في نفاذية الغشاء الخلوي بحيث تفتح قنوات الصوديوم مؤدية إلى دخول أيونات الصوديوم ذات التركيز المرتفع من الخارج إلى داخل العصبون، ويتم إغلاق قنوات البوتاسيوم فيؤدي إلى إزالة فرق الجهد تدريجيًا حتى إذا ما وصلت إزالة الاستقطاب إلى جهد العتبة والمساوي سالب 60 ملي فولت فإنها تحفز تكوين جهد الفعل. انعكاس الاستقطاب: حيث إن استمرار إزالة الاستقطاب يؤدي إلى فتح المزيد من قنوات الصوديوم ودخول أيونات الصوديوم بكميات كبيرة لداخل الخلية العصبية، وتبقى قنوات البوتاسيوم مغلقة، مما يجعل داخل الخلية موجبًا مقارنة بخارجه، وعندها يكون فرق الجهد قد ارتفع إلى موجب أربعين ملي فولت. رابعًا: إعادة الاستقطاب. عند وصول فرق الجهد، موجب أربعين ملي فولت، تغلق قنوات الصوديوم، وتفتح قنوات البوتاسيوم، مؤدية لخروج أيونات البوتاسيوم. وبذلك تستعيد الخلية فرق الجهد السالب، وينخفض فرق الجهد. خامسًا: فوق الاستقطاب. مع استمرار إغلاق قنوات الصوديوم، وبقاء قنوات البوتاسيوم مفتوحة، يستمر خروج أيونات البوتاسيوم ليصل حدًا أعلى مما كان عليه في حالة الاستقطاب، وهذا يؤدي إلى وصول فرق الجهد إلى سالب 90 ملي فولت، ويزول بفعل تنشيط مضخة الصوديوم بوتاسيوم ليعود فرق الجهد إلى سالب 70 ملي فولت، وبهذا يحدث فرق الجهد أو جهد الفعل الذي يسمح بمرور الإشارة خلال الخلايا العصبية. والآن تاتي فتره الجموح وهي فتره ما بعد جهد الفعل والعوده الى الاستقطاب والتي لا تستجيب خلالها هذه المنطقه من العصبون لاي منبه بسبب اعاده ضخ ايونات الصوديوم للخارج وايونات البوتاسيوم للداخل مما يعني تكرار نفس العمليه في منطقه اخرى من الغشاء وبهذا ينتقل جهد الخليه تباعا على طول العصبون في الاتجاه السفلي مما يسمح بنقل الاشاره العصبيه خلاله